بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الثالث ثانوي اليوم شرحنا جزئية تميه الأملاح. تميه الأملاح لو لاحظتي معي الشكل الموجود على اليسار راح نلاحظ أن هنا أملاح لكنها معطتني ألوان مختلفة بكاشف البروموثيمول الأزرق، نتائج مختلفة لثلاث محاليل أصفر وأزرق وأخضر. إذا رجعنا للشكل المدى البروميثيمول راح نلاقي إنه الأزرق محلول قاعدي، الأخضر محلول متعادل، الأصفر محلول حمضي. طيب ليش يعطيني مدى مختلف، أشكال مختلفة أو ألوان مختلفة؟ نلاحظ أن كثير من الأملاح في المحاليل المائية يحدث لها عملية تميه للأملاح. ما معنى تميه للأملاح؟ تستقبل أيونات سالبة من الملح المتأيد في أثناء هذه العملية وأيونات الهيدروجين من الماء، وتمنح الأيونات الموجبة من الملح المتفكك أيونات الهيدروجين للماء. فتنقسم الأملاح إلى ثلاث أقسام: أملاح التي تنتج من محاليل قاعدية، الأملاح التي تنتج من محاليل قاعدية، وأملاح تنتج من محاليل حامضية، وأملاح تنتج من محاليل قاعدية وحامضية ومتعادل، يكون الناتج متعادل. معنى هذا الكلام إذا كان الحمض الناتج عندي مثل فلوريد البوتاسيوم ناتج من قاعدة قوية وحمض ضعيف، راح يتفكك هذا الحمض الملح إلى أيون موجب وأيون سالب، حيث أن الموجب أتى من قاعدة والسالب أتى من الحمض. نلاحظ أن الأيون الموجب بما أنه أتى من قاعدة قوية فإنه لا يتفاعل مع أيونات الماء، لا يتفاعل أو لا يتحد مع أيونات الماء لأنها أتت من محلول قاعدة قوي جدا. أما الفلور بما أنه أتى من قاعدة ضعيفة أو من حمض ضعيف عفوا الجزء السالب، فإن توجد في أيونات الفلوريد في حالة راح تتوازن مع الماء وتستقبل أيون الهيدروجين في جزيء الماء وتعطيني فلوريد الهيدروجين، وينتج هيدروكسيد في المحلول، يعني المحلول راح يعطيني مدى قاعدي. نجعل المحلول قاعدي لأنه راح ينتج عندي أيونات هيدروكسيد كثيرة، معناته المحلول الموجود عندي الملح الموجود عندي ملح قاعدي. فالأملاح التي تنتج من محاليل قاعدية قوية وأحماض ضعيفة راح تكون أملاح قاعدية. أما الأملاح التي تنتج من محاليل حمضية مثلا تنتج من قاعدة ضعيفة وحمض قوي، فإنها راح تكون هذه الأملاح محاليل أو أملاح حامضية زي الألوان اللي شفناها، اللي أعطتني اللون الأزرق معناته قاعدي هذا الملح، واللي أعطاني اللون الأصفر معناته حمضي. أما التي تنتج من حمض قوي وقاعدة قوية فلا يحدث تميل للملح، أو قد يحدث تميل لكنه بسيط جداً لأنهم نتجوا من قواعد قوية وأملاح وأحماض قوية، فالمحلول راح يكون متعادل، هذا الملح راح يكون متعادل. إذن تميه الأملاح نلاحظ أن الأملاح تتفاعل مع الماء في كثير من التفاعلات، وتسمى هذه العملية بعملية تميه الماء. فإذا كان هذا الملح نتج من قاعدة قوية وحمض ضعيف فإن هذا الملح راح يكون قاعدي، إذا هذا الملح نتج من حمض قوي وقاعدة ضعيفة راح يكون هذا الملح حامضي، إذا هذا الملح نتج من حمض قوي وقاعدة قوية راح يكون هذا الملح متعادل. هذا بالنسبة للأملاح أو تميه الأملاح. نأتي إلى ما يعرف بالمحاليل المنظمة، وما هي أنواع المحاليل المنظمة؟ المحاليل المنظمة تنقسم إلى قسمين: إما حمض ضعيف مع قاعدته المرافقة أو قاعدة ضعيفة مع حمضها المرافق. المحلول المنظم هو حمض ضعيف وقاعدة مرافقة مثل حمض الهيدروفلوريك وفلوريد الصوديوم. الحمض هيدروفلوريك وقاعدة فلوريد الصوديوم، راح نلاحظ لو أخذنا فلوريد الهيدروجين حمض الهيدروفلوريك اللي هو الحمض الضعيف وتفكك راح يعطيني هيدروجين و أيون سالب للفلور. إذن هذا الحمض وقاعدته المرافقة راح تكون الأف،
راح نلاحظ أنه ينتج في المحلول أيونات موجبة، فإذا أضفنا حمض راح تزداد عندي الأيونات الموجبة، وراح تتفاعل هذه الأيونات مع الفلور فيكون عندي المحلول منتظم. ما المقصود بالمحاليل المنظمة؟ هي محاليل تقاوم التغير في قيمة البي اتش. إذا حدث تغير في قيمة البي اتش تقوم بمقاومة هذا التغير. إذا أضفنا كميات محددة من الأحماض والقواعد تقوم بتنظيم هذا الحمض وهذا القاعدة. فإذا كان حمض ضعيف وقاعدة ضعيفة قاعدته المرافقة مثل الحمض الهيدروفلوريك يتفكك إلى هيدروجين، والقاعدة المرافقة له هي الفلور. فإذا أضفنا حمض راح يزداد تركيز الهيدروجين وراح تتفاعل مع الإف لتقاوم هذا التغير. أما إذا أضفنا قاعدة راح يزداد أيون الهيدروكسيد. وراح ينزاح الاتزان ناحية هذا الجزء لأنه راح يزداد تركيز الهيدروكسيد في هذا الطرف. راح ينزاح الاتزان في هذا الجزء فتتفاعل مع الهيدروجينات لتقلل من هذا التغير وتعدل أو تنظم هذا التغير. طيب ماذا نقصد بسعة المحلول المنظم؟ سعة المحاليل المنظمة هي كمية الحمض أو القاعدة التي يستطيع المحلول المنظم أن يستوعبها دون أن تتغير. إذا تجاوزنا هذه النقطة يصبح المحلول غير قادر على مقاومة التغير، فلكل محلول له مدى معين أو سعة معينة لا يمكن تجاوزها. فمثلا عندنا هذا الكأس الكأس يسع إلى 80 مللتر، وهذا الكأس يسع إلى 900 مللتر. فإذا ضفنا أكثر من 900 راح يطفح الكأس، إذن له سعة محددة لا يمكن تجاوزها. طيب كيف يتم اختيار المحاليل المنظمة؟ اختيار محلول منظم، إذا كانت قيمة المحلول المنظم مكونة من حمضين، فمثلا عندنا في هذه المسألة أو هذا التدريب ما قيمة البي اتش لمحلول منظم مكون من الـ H2BO4 والـ H2BO4 أيونات فوسفيت ثنائية الهيدروجين وأيونات الفوسفيت أحادية الهيدروجين. الناتج من خلط هذين الكميتين الموليريتين متساويتين، مع العلم أن قيمة الـ Ka اللي هي ثابت التأيون راح يساوي 6.2 × 10^8. فالمحلول المنظم يتساوى تركيز الحمض مع ملحة المحاليل المنظمة. كيف يتم حل هذه المسألة؟ في البداية راح نكتب معادلة كيميائية كاملة. سوف يتم حساب قيمة الـ pH. كيف نستخرج قيمة الـ pH؟ في البداية أنا عندي معلومات عن الـ Ka ثابت التأيون. ثابت التأيون هو 6.2 × 10^8. وأيونات الفوسفات بما أن القيمتين متساويتين فيتم حذفهم من بعض، فما يتبقى لدي الهيدروجين. الهيدروجين إذا قيمته راح تساوي 6.2 × 10^8. باستخدام هذا التركيز الهيدروجين راح نستخدم قانون البي اتش لاستخراج البي اتش لتركيز الهيدروجين، نعوض بلوغاريتم هذه القيمة يطلع لي الناتج 7.21. إذا قيمة الـ pH هي 7.21. خلاصة الدرس أخذنا أنواع الأملاح وتميح الأملاح والمقصود بتميح الأملاح، وأخذنا المحاليل المنظمة. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.